المرة الماضية بدأنا نحكي عن إشي اسمه الاس بلين. الاس بلين هو طريقة لتمثيل الفريكونسيز، الكومبلكس فريكونسي. الكومبلكس فريكونسي مكونة من جزئين، يعني الرين بارت سيجما. سيجما بتمثل لو عندي أنا ديكاينج أو جروينج اكسبوننشال. إي تو ذا سيجما تي، إذا كانت سيجما أقل إذا كانت سيجما نيجاتيف أقل من زيرو، معناها راح يكون عندي هذا الاكسبوننشال exponential wave form decaying، وعندي شيء مثلا زي e to the minus 2 t، فهاي السيجنال فريكونسي تبعتها minus 2 radians per second لانها exponentially decaying. ولو كان طبعا هذا الرقم اكثر من زيرو راح يكون عندي بهذا الشكل عمال بعمل drawing، يكون هون عندي سيجنال positive. فهذه جزء من الفريكونسي. الجزء الثاني من الفريكونسي اللي هو جي اوميجا اللي هو sinusoidal term. حتى نشوف ليش الساينوسويدال تيرم او جي اوميجا دائما بينتهي ب تو بير اوف بولز، دائما بينتهي بول هون وبول هون، ما بينتهي بول واحد. نرجع على اويلرز ايدنتيتي. اويلرز ايدنتيتي بتكون عندي جي اي تو ذا جي ثيتا، تتذكروا ايه اخذتوها؟ تساوي كوساين ثيتا بلس جي ساين ثيتا، واي تو ذا ماينس جي ثيتا بعوضها نفسها كوساين ناقص الزاويه شو بيساوي؟ كوساين ناقص 15 شو بيساوي؟ ناقص كوساين؟ لا ساين ناقص 15 شو بيساوي؟ ساين ناقص 15 هذا ساين 15 هون ساين تان كوساين شو معناها هاي؟ يعني موجه اشتغلت عليه هون ايش كلهم بوزيتيف هون هون بس الساين بوزيتيف هون التان بوزيتيف هون الكوساين بوزيتيف. اذا لما تكون عندي الزاويه زائد ثيتا وناقص ثيتا الكوساين رح يضل نفسه مش هيك؟ معنى هاي انه كوساين ماينس ثيتا شو بيساوي؟ كوساين ثيتا. لكن ساين ماينس ثيتا شو بيساوي؟ ماينس ساين ثيتا. اذا اذا عوضت محل ثيتا ماينس ثيتا رح يصير عندي هون كوساين ثيتا ماينس جي ساين ثيتا. نجمع المعادلتين هذول عندي بصير e to the j theta زائد e to the minus j theta شو بساوي؟ هاي بتشتغل مع هاي مش هيك؟ شو بضل عندي؟ 2 cosine theta عوض محل theta omega t بصير عندي cosine omega t بساوي نص e to the j theta plus e to the minus او j omega t معنى هاي شو يعني؟ يعني لما يكون في عندي sinusoidal signal لها frequency omega بقدر امثلها على ال S plane بايش؟ بلس J omega وماينس J omega. لازم هذول ينتهوا، هذا بس تفسير عشان تعرف ليش لما يكون عندي sinusoid لازم ينتهي بهذا الشكل، لازم ينتهي له pole هون هون عندي اثنين ثلاثة بينتهوا باثنين لانه في عندي واحد بلس جي اوميجا تي وواحد ناقص جي اوميجا تي. عمره ما كان عمرك ما بتشوف على الاس بلين ايش؟ عمرك ما بتشوف على الاس بلين شيء هون موجود لحاله وفي شيء شيء بقابله هون مضبوط؟ لكن ممكن يكون عندي ريل بارت زي هيك هون. فصار عندي هاي اذا عندي ساينوسويدال سيجنال، يعني لو عندي سيجنال زي هيك هاي من ايش مكونه؟ طلعوا لي على هاي السيجنال ايش مكونه؟ الفريكونسي تبعتها فيها جزئين مش هيك؟ ايش الجزء الاول؟ في عندي هذا عم بيعمل ديكاي. اذا هذا راح يكون عندي اي تو ذا سيجما تي، لكن سيجما شو لازم تكون قيمتها؟ ليش نيجاتيف؟ لانه ديكاي تمام، لو انها كانت عم تعمل جروينج شو بتكون سيجما؟ بوزيتيف. هذا كمان مكون من ايش؟ ساينوسويدال سيجنال او كوساين انجل، وهو عباره كمان عن اي اي تو ذا جي اوميجا تي بلس اي تو ذا ماينس جي اوميجا تي، وهذا مضروب في هاي وفي عند النص طبعا. لو ضربت هلا هذول الاثنين في بعض شو بصير عندي؟ اي في اي شو بتصير؟ اي تو ذا سيجما بلس جي اوميجا تي زائد اي
سيجما تي ماينس جي اوميجا تي مضروبين في النص. نطلع التي هذه برا شو بتصير؟ هذه اي سيجما بس جي اوميجا اللي بالك تي زائد اي سيجما ماينس جي اوميجا تي تي كلهم مضروب في النص. ايش هلا القوة اللي مرفوعة اي الها؟ ايش اي مرفوعة للقوة؟ شو هون اللي هون موجود؟ سيجما زائد جي اوميجا، وهون ايش؟ سيجما ماينس جي اوميجا. شو يعني بنستنتج؟ انه اذا عندي سيجنال الها فريكونسي جزء منها ساينوسويدال ما بتنتهي في بول واحد، بتنتهي تو بولز من هون، هي عندي بول هون وبول هون، ماشي واضح الهاي؟ هدول بنسميهم كومبلكس كونجيجيت بير. نحن بنحاول نعمل عمالنا بنحاول ناخذ البولز تبعت الترانسفير فانكشن ونحطها على الاس بلين، لانه لما بشوفها على الاس بلين بقدر احكي اشياء كثير عن السيجنال. اذا هذه السيجنال هذا اللي هون موجود من ايش مكون؟ هاي احداثياتها من ايش مكونه؟ احداثيات هاي النقطه من ايش مكونه؟ سيجما من هاي السيجما، مش هيك؟ هي اللي هي النيجاتيف، هاي اللي راجعه هون. ليش انا قلت على هاي انها نيجاتيف؟ لانه السيجما الاكسس هون بوزيتيف وهون نيجاتيف، معناها السيجنالز اللي هون او البولز اللي هون عم ديكين، مضبوط؟ وايش كمان مكونه؟ جي اوميجا زائد جي اوميجا، هاي اللي هون ناقص جي اوميجا، لازم تقابلها، لازم يقابلها واحده ثانيه هون فيها ناقص جي اوميجا. هذه فكره عامه بس كيف انه الفريكونسيز او البولز احنا رسمناهم حطيناهم على الكومبلكس بلين، الاس كومبلكس بلين. احنا فعليا عم ناخذ من السيجنال الاصليه، عم ناخذ القوه تبعت تي اللي موجوده هون اللي هي سيجما. اذا دائما راح يكون عندي سيجما زائد ناقص جي اوميجا، لازم يكون دائما كومبلكس كونجيجيت. ماشي واضحه هاي الفكره؟ هاي فكره الاس بلين، تكميل الاس بلين.